السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في فحص جديد من فحوصات الام ار اي وفحص ام ار اي هيب جوينت، طبعا او رنين مغناطيسي على مفصلي الفخذين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، احنا طبعا لو جالك حالة عندها مشكلة مثلا في احد المفصلين، ضروري جدا انك بتعمل الاثنين، ما بتعملش مفصل واحد، بتعمل على الاثنين مقارنة ببعضهم، فبالتالي بنقدر نشخص الحالة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بناخد السيرفي بيطلع لك طبعا كورونال وساجيتال واكزيال زي ما حضراتكم شايفين. انا عندي طبعا في 4 سيكونسات اساسية، في 2 اكزيال و2 كورونال او زي ما حضراتكم شايفين. بنظبط طبعا، بنفتح اول حاجه خالص اللي هو الاكزيال تي 1، بنظبط البوكس على الاكزيال بالمنظر ده طبعا الصوره اللي هتطلع لك. وبعد كده بطلع بالكطات شويه فوق كده زي ما حضراتكم شايفين، اغطي الهب من فوق ومن تحت. اهم حاجه ضروري جدا ان انا اجيب الجريدر تروكانتريك والليسر تروكانتريك كده زي ما حضراتكم شايفين، وغطي الهب وغطي منطقه الاستابلم دي بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا شايف ان القطات مش كافيه، فبالتالي بزود عدد القطات، ممكن اخليها مثلا 24 صوره بالمنظر ده كده. اظبط البوكس بتاعي طبعا يكون مظبوط على الاكزيال اللي هو شكل الصوره اللي هتطلع لي، عشان ما تبقاش متقبلكه مثلا يمين او شمال، وبقول له بروسيد. طبعا احنا بنشتغل على سيكنس 4، بنشتغل الهيب على سيكنس 4 بالنسبة للأكزيال. وادي طبعا الأكزيال الثاني اللي هو الأكزيال تي 2، برضو برفع عدد القطات بخليها 24 صورة بحيث انها تغطي الفحص بالكامل. زي ما حضراتكم شايفين البوكس بتاعي لازم يكون مغطي الهيب بشكل كامل ومغطي التروكانتر بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بفتح الكورونال وبظبط البوكس بتاعي على الكورونال، وبعد كده بجيب الأكزيال اللي نزل، طبعا الأكزيال تي 1 اللي نزل اهو، بحاول اظبط الكورونال عليه بشكل كويس. انا مش عايز في الكورونال كطات كتير، هما بيبقوا بالظبط 18 صوره، وزي ما حضراتكم شايفين بغطي البيوبيك بون من قدام، وبحاول ان انا اغطي الهب بشكل كويس من ورا، بغطي بحيث ان انا اغطي البيوبيك بون من قدام ومن ورا بشكل كويس كده زي ما حضراتكم شايفين. وبقلب القطات بالمنظر ده بحيث ان انا اتاكد ان مفيش اي حاجه مقطوشه من تحت او من فوق، او زي ما انتم شايفين طبعا في نسبة التهابات بسيطة كده موجودة في الناحية اليمين، تمام. طبعا ده بالنسبة للساجيتال، بسيب القطات زي ما هي، ما بغيرهاش على الساجيتال، بخليها ساجيتال صريح، بخلي القطات عليها قطات كورونال صريح بالمنظر ده على الساجيتال، ما بقابلكش ولا حاجة. بظبط البوكس بتاع الكورونال بشكل كويس واتأكد ان القطات تمام، وبقول له بروسيد. بفتح بعد طبعا ده اللي فات ده كان الكورونال تي 1، بعد كده عندي الكورونال استير نفس التوصيف، طالما واخد نفس المسمى ياخد نفس التوصيف وكل حاجة زي ما عملنا في الكورونال تي 1 بالمنظر ده، كل حاجة تمام. بغطي زي ما اتفقنا، بغطي البيوبيك بون من قدام ومن ورا، وبقول له برده بروسيد. بعد كده عندك لو انت عايز، طبعا احنا كده يعتبر خلصنا الفحص، لو انت عايز تزود ساجيتال على الناحيه المصابه بتزود ساجيتال على الناحيه المصابه، لو مش عايز خلاص. لكن يفضل، انا مثلا عن نفسي بحب افضل بحط مثلا ساجيتال تيتو على الناحيه المصابه اكتر او على الناحيه اللي بتألم اكتر، ولكن يعتبر الاثنين فيهم نفس المشكله، الاثنين فيهم نفس المشكله، وعنده الم في الفخذين طبعا مش على واحد، عنده الم في الاثنين، وبالتالي الاثنين فيهم نفس المشكله بنفس الالم، تمام. طبعا ظاهر فيهم نسبه التهابات بسيطه كده بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا ده لسه هنشوفه برده في الاستير هيبان اكتر معانا، وبالتالي انا ممكن الغي الساجيتال خالص ما اعملوش، تمام. لما نيجي نبص على الفحص بتاعنا ده، طبعا اول حاجه معانا خالص اللي هو الاكزيال تي 1 بالمنظر ده 24 صوره. طبعا بقسم الشاشه نصين، ممكن ان انا اقسم الشاشه نصين واخلي الاكزيال تي 1 مع الاكزيال تي 2، وممكن ان انا اطبع ال 24 صوره مع بعض على فيلم واحد، ده طبعا على حسب مقاس الفيلم اللي عندك. لو كان الفيلم كبير ممكن تقسم التقسيمه دي فالصور هتطلع كبيره وكويسه وزي الفل، لو كان الفيلم صغير يفضل انك تطبع كل سيكونس على فيلم لوحده، كل سيكونس تطبعه على فيلم لوحده بحيث يظهر الصوره واضحه وزي الفل. ده طبعا الاكزيال تي 1 مع الاكزيال تي 2 بعمل برنت. بعد كده بجيب الكورونال تي 1 بالمنظر ده، بيكون طبعا 18 صوره، وده طبعا لما نيجي نبص على الفحص بتاعنا ده طبعا الاكزيال تي 2 ظاهر فيه البوس هيبس بشكل كويس جدا، مفيش اي حاجه مقطوشه. طبعا انت عندك في نسبه التهابات بسيطه في الناحيتين، والعيان عنده نقص كالسيوم بنسبه بسيطه ظاهره في الناحيتين برضو بنفس الكميه.
بجيب طبعا فورمات 3 في 6 اللي هو طبعا بيديني 18 صورة، بطبع الاتنين مع بعض اللي هو الكورونا تي 1 بالمنظر ده، واهم حاجة برضو اتأكد وانا بطبع ان ما فيش اي حاجة مقطوشة، الهيب ظاهرين بشكل كويس جدا، التروكانتر طبعا يكونوا معاك في الفيلم مدمجة معاك في الفيلم ما يكونوش مقطوشين، وتتأكد ان الفحص بتاعك سليم وتمام قبل ما تطبع، بحيث ان محدش يقول لك مثلا ده في حاجة مقطوشة او يجي يعدل عليك ولا اي حاجة من الكلام ده. تمام، طبعا دي اخر حاجة خالص، ده اللي هو الكورونا الاستير. خلاص كده الكورونا الاستير يعتبر خلص، فبنزل السيكونس الجديد. طبعا بالنسبة للساجيتال زي ما اتفقنا شلناه عشان خاطر احنا مش هنعمل ساجيتال، عشان خاطر مفيش مشكلة بعينها اقدر ان انا اخد عليها ساجيتال تي 2، فبالتالي هنكتفي بالاكزيالين والكورونالين، اكزيال تي 1 واكزيال تي 2 وكورونا تي 1 وكورونا الاستير. ده طبعا الاستير ظاهر بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. تمام كده، طبعا لما نيجي نبص على الاستير بشكل كويس ونبص على الفحص بتاعنا بشكل كويس، بجيب فورمات 4 في 4 طبعا هم 18 صوره، هلاقي ان في نسبه التهابات موجود على الناحيتين، طبعا في نسبه افيوجن بسيطه جدا جدا على الناحيتين وخصوصا في الناحيه الشمال. تمام، وطبعا الالتهابات بتكون ظاهره بشكل كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. لما نيجي نبص على السيكونسات اللي خدناها، بناخد اكزيال تي 1 واكزيال تي 2 وكرونال تي 1 وكرونال استير، وضروري الاستير في الماسكروسكليتال عشان خاطر نقدر نشخص الحاله بشكل كويس ونشوف لو في اي التهابات او في اي مشكله. طبعا الحاله مطلوب لها لمبر، فبالتالي هناخد سيرفي جديد بحيث ان احنا نطلع نعمل فحص اللمبر بشكل كويس، او بنطلع بالسيكونسات كده، بنطلع بالكطات بتاعتنا على منطقه اللمبر بحيث انه يحرك الترابيزه اوتوماتيك. طبعا دي في خاصيه موجوده في الفيليبس، موجوده في الكلوزد 1.5، ان الترابيزه ممكن تتحرك معاك لو انت مفعل حركه الترابيزه. تمام، بناخد سيرفي جديد، بيجي لي اللمبر وهنكمل فحص اللمبر ان شاء الله. طبعا احنا فحص اللمبر كنا عملناه قبل كده، لو عايز ترجع له موجود على القناه. وكده الحمد لله بالنسبه لفحص الهب كده اكتمل معانا بشكل كويس جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.